انا كنت ممثله ما كنتش مغنيه، انا كنت في الفرقه التمثيل مع بوشعيب البيضاوي وحبيب القدميري. انا كنت ممثله في الدارجه حسره. ايه مثل علاش لا نمثل بالفرحات؟ قاد الدور اللي عطاوني نديرو ديال الضحك وديال الصح وديال اش ما كان. كانت ممثله من بكري. ايه ماشي كاين التمثيل، كندير تمثيل مع الحبيب الخضميري ومالفه، كنت معاه باللغه العربيه. يوم جيت نمثل مع واحد تونسي كنت باقا ما كنعرفش، قال لي غنعيط لك ليلى. قلت قال لي ليلى، قلت ما رددوني، بغيت نقول من يريدوني، قلت له ما رددوني. قال لي محمود، قلت له ما الذي سبق عزيزي احضر القهوه وتريد باغا نمثل العربيه سيري دخل سوق راسك الحاجه حمدويه. انا اللي قلت لراسي دخل سوق راسك الحاجه حمدويه بينك وبين شي تمثيل.